حبايبي الغاليين، يسعد صباحكم يا رب. اسمحوا لي هيك اهديكم تحفه فندقيه، بدي اوريكم تحفه فندقيه في حياتكم ما شفت زيها، لانه انا شخصيا ما شفت شيء زي هيك. بدي اوريكم البنت هاوس سويت في البلغاري. سويت يا جماعه بياخذ العقل، سويت مش معقول ما صارش. شوفوا واعطوني رايكم. البنت هاوس سويت مساحته 1000 متر مربع داخلي وخارجي، عبارة عن 400 متر مساحة داخلية و600 متر مساحة خارجية. أول ما تدخل في عندك قسمين، قسم المعيشة وقسم الإيفنت. خليني أوريكم قسم المعيشة. عندكم ليفينج إيريا مع غرفة نوم، بالمناسبة هو بيجي غرفتين نوم ومكتب، مع إمكانية تعديل المكتب ليصير غرفة ثالثة. هاي الغرفة الأولى مش الأساسية، الثانية مع التويلت تبعها. طبعا هون عندكم التويلت، بس أنا ما بدي أضيع وقتكم بصراحة. وهذا الشاور بوكس مع الحمام مرة واحدة. خلينا نكمل التور تبعنا، نرجع للليفينج روم ونتوجه. طبعا هاي الليفينج، شوفوا الاطلاله انتو، بس طبعا لسه جايكم الخير. هذا المكتب اللي بتقدر تحوله لغرفه ثالثه، وبتقدر تخليه مكتب حسب حجم العيله اللي معك. وهون عندكم على اليمين غرفه الميك اب والدريسنج روم مع بعض، وعندكم على الشمال جيم خاص بالسويت. طبعا كله بيجي له ترس خاص. وهاي الماستر بيدروم. ركزوا معي يا حلوين على اول مفاجاه. تخيل انك انت ساكن في هذا السويت، اوكي، ونايم على هذا السرير هون تحديدا، على هذا السرير نايم هيك، وهي الاطلاله قدامك. اطلاله السويت تحفه، اطلاله غرفه النوم تحفه. برج ايفل امامك، طبعا تقدر تفتح الباب انت وتطلع برا الصبح تشرب لك فنجان قهوه قدام برج ايفل. نرجع للليفينج اريا. هون حاطين لكم طاولة زهر، اوكي. هلا خلصنا الريزيدنشال اريا. الجميل في الموضوع انك انت لو ساكن وعندك ناس غرب معك في السويت، بتقدر تسكر هذا الباب هيك على المنطقة هذيك الريزيدنشال، هيك بتسكر الباب هذا هيك، خلص هيك سكر، فانت فصلت كليا المنطقة الريزيدنشال اريا عن الايفنت اريا. نروح للايفنت اريا. إذا عندك مناسبة تقدر تعمل مناسبة أنت بالسويت هون، تعزم مين ما بدك تعزم. دايننج روم، طبعا يا جماعة الصحون هاي إيطالية هاند ميد، براند عالمي معروف ومشهورة. المعالق والسكاكين فضة. طبعا عندكم ترس برا تانية مطل على الشانزليزيه. والشغلة الحلوة اللي أنا أذهلتني بصراحة في هذا الفندق وما شفتها قبل هيك بفنادق ثانية، طبعا بتطلع انت زي بنت هاوس، بتطلع درج، بتكمل طلوعك على الروف، اوكي. طبعا حمامات، وين مكان وين مديوتك في حمامات. شوفوا يا جماعه بار، شوفوا الترس اللي بدي اوريكم اياه. طبعا انت على الطابق السادس فوق في اخر الدنيا، عندك ترس بيطلعك برا، اوكي. طلعنا برا، شوف هالحديقة اللي عملكوا اياها على السطح. بتدخل من هون، شوف الحديقة يا جماعة والقعدة. انت في سويت، هذا كله تابع للسويت البنت هاوس في الطابق السادس، مساحة 1000 متر مربع. شوفوا الاطلالة، شوفوا الاطلالة، اطلالة بتاخد العقل. انت شايف باريس كلها. هيا السويت.